سؤال يقول: منذ سنة ونصف تعرفت على فتاة من الصعيد في العمل وأحببتها، تواصلت معها في حدود العمل فعرف أهلها وعنفوها، ثم غيرت رقم هاتفها وتوقفنا عن التواصل. ذهبت لأمها وشرحت لها أني أريد خطبتها، فقالت إنها تدرس. بعد فترة طلبت من أمي أن تأخذ معهم موعد بعد انتهاء السنة الدراسية، وبدأت أعمل في وظيفتين وأجمع المال لأشتري الذهب، واشتريت دبلة، لكن فوجئت أن أمي اتصلت بهم دون علمي وقالت: أخبروا ابني أن ابنتكم خطبت لغيره. طلبت مساعدة خالي ولم يجد الأمر، فذهبت لعمي فقال نسأل عنهم، فأخبرته أننا سألنا وهم عائلة ممتازة، لكنه أصر ذهب إلى أحد البيوت وكان لديه مشاكل مع والد الفتاة فذمهم. أخذ عمي هاتفي وأخرج محادثات قديمة وقال إنها تركض خلفي ونشر هذا الكلام. أحتاج حلا لأصلح الأمور وأتقدم لها من جديد، فأنا لا أستطيع تركها وهي ستتخرج قريبا، أرجو نصيحتكم. يعني مبدئي في موضوع المتحبين، لا نرى المتحبين مثل النكاح، لكن ما كان يجب على الأم أن هي تخطو هذه الخطوة إلا إذا تعلمه. يعني هي تقول له: يا ابني أنا مش موافقة، بدل ما كانت من وراه وقولوا أن بنتكوا تخطبت وكده، خلي عمك يسأل بيت واتنين، بدل بيت واحد في منه مشاكل يسأل بيت واتنين واستخير. يعني برضو عند الواحد لما بيلاقي الأمور بتتعكل كده وبتقف ما بتبقاش سلسة بتخض، يعني يعرف ان دي ممكن إشارات ورسالات، استخير، افضل استخير. لكن أنا رأيي ان خلي يقول العمات كمان أنا البيت انت سألته وزم، روح بيوت تانية، روح بيوت تانية لو اتقال نفس الكلام ساعتها نستخير بقى، ده الأب كذا، ده في صفات كذا، ايه طب البنت، طب البنت منجعة بصفات أبوها، ولا انا هاخدها كده وألاها بعيد عن أهلها. يعني في حاجات كتيرة واعتبارات انت لما تشوف الصورة كاملة هتقدر تاخد قرار. اتكلم عمك تاني، هو عمك اللي سمع من الناس دي، يروح يسأل في ناس ثانية، قوله معلش حسبة لله فيا، معلش روح واسأل عشان اطمن، وبعد هي ما تتفرج بتخلص خدوا بعضكم وروحوا واسمع مرة واثنين واستخير مرة واثنين وثلاثة، وتسترد امك يعني استرديها في هذا الامر، قول لها وانا بحبها وتعلقت بيها وهكذا. ساعات كتيرة بيبقى العلاقة طالما حصل كلام، ان السطر الاولاني اللي انت قلته وانا حبيت اعلق عليه في الاخر لانه جلل، لانه سبب المشكلة، ما عند الله يا ابني لا يؤتى الا بتعطي. انا بحب حد وبحب واحدة ما كلمهاش، لو فعلا عايز تتجوزها ما كلمهاش، كون انك انت تخطيت حد الكلام معاها هتحرم ليه؟ اصل ده ذنب ودي معصية وهي مش حلال ليك دلوقتي، والمشكله مش في الذنب، دي انا هستغفر واتوب والله سبحانه وتعالى قبل يا رب ان شاء الله، المشكله في شؤم المعصيه ذات نفسها، فممكن يكون ده من شؤمها، فنستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونتوب، ولا اتكلمها ولا يبقى في بيني وما بينها تواصل، واسعى بالطرق العقليه والمنطقيه واخد بالاسباب، وبعدين ادعي رب الاسباب بقى، يا رب اجعلها ان كانت خير يا رب، قدرها لي ويسرها لي وهكذا. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك يا رب يعني الصبر، ويلهمك الرشد في الامر، واسمع الخطوات اللي انا قلتلك عليها. امين يا رب. المهم بس لما يخطبها يجي يقول لنا يفرحونا، يشوفوا لنا المشاكل وبعدين ينسونا بعدين ينسونا في الافراح.